الو، علي صوتك يا بابا، علي صوتك. الوضع سيء. يا بابا الاكل، الطعام في عندكم ولا لا؟ ياسمين، ايش المشكله عندكم يا بابا؟ فاهمين ايش الوضع عندكم؟ كيف الوضع؟ في قصر ايش يبون؟ سامعك يا بابا، احكي احكي يا بابا. كيف حالك؟ ايوه، ايش الوضع عندك يا بابا؟ كيف انت الحين؟ الشظايا فوقينا واحنا قاعدين في الخيمه بنخاف الشظايا تخش علينا في الليل، ما بنعرف. اعطيني محمود فسروا، محمود اول صور الفيديو في المطار، وثم عدت الى تركيا. ثانية ارجعوني الى تركيا، وجلست هنا في تركيا، علقت في تركيا، وبعد فتره خرجت لي اقامه، والحين انا مقيم في تركيا، وأتواصل مع أبنائي في قطاع غزة كنويلات الحرب الذي نمر فيها في هذه المأساة الذي يمر فيها أبنائي في قطاع غزة، وهم الآن مهجرون في منطقة رفح ومخيم رفح، ونحن يعني نتابع أبنائنا من قلب تركيا، وهم مهجرون وفي مخيمات اللواء، ووضعهم سيء جدا إلى الغاية. Burada takıldım kaldım. İşte daha sonra ikametgahı çıkardım. Şimdi burada yaşıyorum ve çocuklarımla biraz önce durumun vahametini görüştüm dedi. Çocuklar açlıkla boğuşuyor. Sürekli saldırılar oluyor. Güvenli bir yerleri yok. Çocuklarım çok üzülmüş. Levcid andım gıda. كافي، يوجد عندهم القليل قليل ونصف يعني القليل بالنسبة للغذاء، وبالنسبة لماء الشرب موجود عندهم الماء الغير صالح للشرب كباقي المناطق، وليس أولادي لحالهم، كل رفح كذلك، كل مناطق الهواء أولادي يعني من ضمن هالعائلات والأبناء الموجودين في قطاع غزة، من ضمن الويلات اللي بنعيشها، يعني أولادي عايشين بويلات كما بعيشها غيري في قطاع غزة. فمصدر الرزق وقف في قطاع غزة، عندك المواد هاي غالية جدا اللي تباع في السوق السوداء أضعاف مضاعفة، ولا يوجد لنا مصدر رزق في غزة نمول أولادنا أثناء هروبهم في مناطق الإيواء هي رفح وما يجاورها، ولكن نقول ربنا يعين إن شاء الله ويعينهم على مأساتهم. وش نقول يعني دوبهم ماشي حالهم، صحور ما بيصحروش طبعا كما سمعنا في الحديث، وعندهم الفطرة يرضوا بالقليل والماء ليس صالح للشرب. Çocukları Gazze'de güvenli bir bölge olmadığını söylemiş ona, sürekli saldırı olduğunu ve Ramazan'da sahura kalkmadıklarını, sadece su içip yattıklarını, iftarda da sadece az yemekle kendilerini idame edip geçiştiriyorlarmış. Artı içecek su yok, sağlıklı içecek su yoktur. İçtikleri suyun sağlıklı olmadığını söyledi. طيب يعني المنطقة اللي انت فيها مش آمنة برضه في المخيم. نقدرش. يا بابا خايف انت يا بابا؟ ما تسحرت بشرب ميه بس، ما في عندنا، ما في عندنا.